السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعي العالم ذكي في حلقة جديدة وفيديو جديد، نعم فيديو مختلف عن باقي الفيديوهات التي نقوم بطرحها على القناة. هذا الفيديو من خلاله سنقوم بالتجربة للعبة ببجي موبايل على ساعة ذكية. نعم تخيل معي أن تلعب لعبة ببجي موبايل على ساعة ذكية، سنلاحظ هل ستشتغل اللعبة بشكل جيد على الساعة أم لن تشتغل. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم ذكي فأنصحك بالاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب، نعم المربع الأحمر الذي ستجده أسفل الفيديو قم بالضغط عليه إذا كنت أول مرة تشاهد قناة العالم ذكي، أيضا قم بتفعيل جرس التنبيهات ليصلك جديد القناة لحظة بلحظة. إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله في فيديو اليوم. الساعة التي بين يدي الآن هي ساعة زيبليز تور برو، ساعة رائعة جدا بها العديد من المميزات التي سأترككم تكتشفونها في فيديو مراجعة الساعة الذي سيطرح قريبا إن شاء الله على القناة. أول شيء سنقوم به على الساعة هو تثبيت الأبليكي الخاص بلعبة ببجي، نعم ببجي موبايل وليست ببجي المعروفة جدا على الحاسوب، هي فقط ببجي خاصة بالهاتف، يعني نفس الأبليكي الذي ستثبته على هاتفك للعب اللعبة. طبعا هنا سأقوم بتثبيتها على الساعة وسنلاحظ أن هنالك تأخير كبير جدا في تثبيت الأبليكي على الساعة، علما أن مواصفات وقدرات وعتاد الساعة ليس نفسه نفس العتاد القوي جدا الذي نلاحظه في هواتفنا في العصر الحالي. نقوم بالدخول إلى اللعبة كما نلاحظ هنا وننتظر إلى حين أن تظهر معنا الواجهة الرئيسية الخاصة بلعبة ببجي. كما نلاحظ هنا لقد ظهرت معنا وسيتم تحميل اللعبة من البداية، والتي يتراوح حجمها حوالي 1.5 جيجا، نعم 1.5 جيجا، وهي حجم اللعبة لعبة ببجي الذي سنقوم بتحميلها على الساعة وسأرجع لكم في هذا الفيديو. كما نلاحظ هنا لقد قمنا بتحميل اللعبة، الآن تقوم بعمل extraction للملفات الخاصة بها. وكما نلاحظ هنا اللعبة اشتغلت، حتى واجهة اللعبة صراحة الجرافيك رديء جدا. الآن تقوم بتحميل 200 ميجا إضافية كتحديث، وكما نلاحظ لأنها فقط يعني نقوم بتشغيلها في ساعة ذكية فقط فالجرافيك يكون رديء بشكل كبير جدا، خصوصا أن الساعة تحتوي على 1 جيجا في الرام ومعالج MTK صيني، لذلك لا تنتظر منها ذلك الجرافيك وذلك الأداء القوي. كما نلاحظ هنا اللعبة اشتغلت، يعني تظهر لي أنه يمكنني إدخال حسابي الخاص بالفيسبوك، سأقوم بإدخاله طبعا لأدخل بحسابي الخاص بلعبة ببجي. طبعا أنا ألعب ببجي بشكل كبير جدا على هاتفي الذكي، لذلك سأقوم بإدخال نفس الحساب كما نلاحظ هنا وسأقوم بالدخول. لكن هنا تطرأ المفاجأة وتطرأ الكارثة، حينما قمت بإدخال حسابي على لعبة ببجي أخرجتني من اللعبة ولم تعد تشتغل على الساعة، وهذا يعني أن المعالج والرامات والمواصفات نفسها لم تكن قادرة على تشغيل اللعبة بشكل جيد، وهذا ما انتظرته صراحة من ساعة بمعالج صيني وبواحد جيجا في الرام. نعم لأن المعالج والرامات لازم أن تكون بشكل قوي جدا لكي تشتغل لعبة ببجي بشكل سلس. إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى من صميم القلب أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم وأخذتم فكرة على هل لعبة ببجي تشتغل على الساعات الذكية. نعم تشتغل، لكن يجب أن تكون الساعة تتوفر على معالج قوي وعلى رامات أكثر من 2 جيجا. نعم إذا كنت تتوفر على هذه المميزات ستشتغل معك اللعبة بشكل سلس جدا. إلى هنا نضع الموعد في حلقة مقبلة، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.